معي من أبو ظبي دكتور مهندس عماد سعد، استشاري التنمية والمستدامة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور عماد. هل من أمثلة ممكن أن نذكرها هنا فيما يتعلق بطرق تخلص من هذه المواد، مواد البلاستيك؟ شكرا لك سيدتي. من أهلا حيث وسهلا. المبدأ، يعني هذه المحاولة الجديدة من قبل العلماء ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في سبيل يعني إيجاد حلول ابتكارية وحلول عملية من أجل تخفيف الأثر السلبي للمواد البلاستيكية التي غطت كافة جوانب الحياة على البيئة بشكل عام. لأن معظم المواد البلاستيكية المنتجة هي مواد غير قابلة للتحلل، فمن هنا يأتي الضرر تبعها. فبالتالي كل محاولة تبذل من قبل الجهات المختصة، سواء مراكز بحوث أم شركات أم علماء أم دول، هي تأتي في هذا الإطار لتخفيف من الأثر السلبي للمواد البلاستيكية الغير قابلة للتحلل، اللي بنسميها PET، يعني البولي إيثيلين تريفتالات، يعني هيك الاسم الاكاديمي تبع الكيميائي. طيب هلا هذا البكتيريا الجديده اللي ابتكروها العلماء جاءت بطريقه صدفه، يعني طبعا عم يطوروا الانزيمات، فوصلوا لحاله انه هذا الانزيم الجديد عباره عن يعني طريقة ماده لمكافحة. تهضم البلاستيك وتجعله قابل للتحلل. صح. فطبعا هناك محاولات عديدة من قبل الجهات المختصة. على سبيل المثال، هناك مادة تسمى D2W، يعني هذه البولي أوليفينات، هذه تعمل على توليد جذور حرة تؤدي إلى تحطيم السلاسل الهيدروكربونية الموجودة في التي تشكل البلاستيك البي اي تي، يلي هي مصنوع منه العبوات القناني وما إلى ذلك، والأنسجة الغير منسوجة، يعني الغير محيوكة، التي تشكل معظم المواد المستخدمة في الحياة العامة. هذه المادة D2W توضع أثناء عملية إنتاج البلاستيك أو العبوات أو ما شابه، نعم. من أجل أن تتيح لي البلاستيك أو السلاسل الكربونية أن تتحطم خلال فترة قريبة بالتربة، بالتالي هي تصبح قابلة للتحلل. طب نحن هذه بمقابل هذه الجهود للعلماء وإلى أن يصلوا لنتيجة، يعني آلية تطبيقها على الأرض على الأقل موجودة، أي نصائح هنا لما لا نستثمر على الأقل بالتوعية في هذا الموضوع، ونصائح للتخلص من المواد البلاستيكية والخروج بأقل خسائر ممكن؟ تمام، قبل أن أقدم النصائح أريد أن أقول أنه هذه المواد أصبحت اليوم موجودة على أرض الواقع، تطبق وفق القانون بدولة الإمارات اعتبارا من 1/1/2013. هناك قانون مرسوم وزاري يلزم كافة الشركات المنتجة للبلاستيك أو المصانع في دولة الإمارات أن تنتج البلاستيك، يجب أن يكون قابل للتحلل بإضافة المادة D2W. فبتلاقي اليوم الأكياس النايلو بالداخل السوبر ماركت والجمعيات راح تشوفي الشعار هذا موجود عليه D2W، فبالتالي هذا البلاستيك قابل جميل. للتحلل بحكم القانون، صار مطبق بدولة الإمارات، واليوم باعتبارا من 1/1/2018 دخل قيد التنفيذ كمرحلة أولى في المملكة العربية السعودية، نعم. وهكذا هناك عديد من المدن حول العالم وصلت إلى مرحلة زيرو بلاستيك في استعمالاتها اليومية في الحياة العامة، وصلت بعض المدن. هلا نحن ننصح أنا باستمرار أشكرك، النصائح راح نخليها لمرة تانية، اعذرني على المقاطعة بس انتهى وقتنا تماما. من أبو ظبي دكتور عماد سعد، استشاري التنمية المستدامة.